ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة. ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة بإذن الله. في هذا الفيديو سوف أقدم وصفة فعالة جدا لعلاج آلام الركب والمفاصل وآلام الروماتيزم والظهر أيضا. وصفة مجربة ومضمونة، يجب فقط المداومة لأنها سوف تقوم بترميم للعظام وتعالج حتى هشاشة العظام. أريد أن أشير إلى أن هذه الوصفات التي أقدم هي من صميم التجربة، أي تكون مجربة مني ومن الناس القريبون لي، وتكون قد أعطت نتائج جيدة، لذلك أتشاركها معكم. طبعا ليس بالضرورة أنها سوف تفيد الجميع وتعطيه نفس النتائج، ولكن تبقى النسب متفاوتة طبعا وحسب استجابة كل مريض للشفاء وللعلاج. إذا نبدأ بالوصفة. ما نحتاجه كمكون رئيسي وهو حبوب إلان، وتسمى أيضا بالدخن أو بالبشنة، هو يباع عند العطار أو العشاب، يمكنكم الحصول عليه في أيضا في السوبر ماركت. نحتاج أيضا إلى كوب من الحليب، يمكنكم استعمال الحليب الدافئ، أنا أستعمل الحليب البارد يعني عادي. إذا طريقة التحضير، أولا سوف نقوم بطحن حبوب الدخن أو تسمى أيضا بالمغربية بإلان، طبعا يجب تنقيته وكذلك يجب تنظيفه جيدا، بعد ذلك نقوم بطحنه في مطحنة كهربائية. المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. إذن بعدما قمنا بطحن حبوب الدخن أو إلان تصبح على هذا الشكل، عبارة عن بودرة. الآن سوف نأخذ كأس من الحليب، المكون الثاني، ونأخذ ملعقة كبيرة، ملعقة كبيرة من حبوب إلان مطحون، ونضعها بهذا الشكل في كأس من الحليب، ثم نقوم بخلطه جيدا بهذا الشكل. ونحصل على هذا العلاج الفعال لآلام الروماتيزم وآلام الركب والمفاصل. طريقة الاستعمال، يشرب هذا الكأس كل صباح على الريق قبل تناول الفطور، ويجب المداومة عليه، وفي اليوم الثالث أو الرابع سوف تحسون بالنقص في الآلام، سواء آلام الظهر أو المفاصل، إلى أن تختفي كل الآلام نهائياً. وأيضا هذا العلاج سوف يقوي العظام، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من هشاشة في العظام سوف يقوموا بترميم، وكما تعرفون إلان رائع وينصح به كل من هو عنده كسر أو كذلك هشاشة في العظام، وأتمنى الشفاء للجميع يا رب.
إذا كانت هذه هي وصفة اليوم. لا تنسوا لايك لمزيد من الدعم، وكذلك شير، تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وكذلك لا تنسوا أن تنشروا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.